تقدم الجهرة يعني ممكن يحسن مركزه الجهرة بين 11 نقطة، إذا فاز يكون 14. كرة يقطعها مرتضى فار وتلعب الكرة سريعة ما فيها أوفسايد وطايا روجيريو تعادل بدون أهداف ما في أول جول في المباراة ولعبة ملعوبة، وقلت لك أكثر لاعب وأفضل لاعب بالكويت يمشي بالكرة ويموه ويحط ويسجل، وكرة على طول يسجل في الدقيقة 45. في الدقيقة 45 شوف التغطية، مقصيد مغطي في الجهة الثانية. إذن شوف الكرة، هذه كرة اللي كان فيها مقصيد، شوف التمويه هني طايح الحارس محمد غانم. إذن شوف تمويها وسجل هني، طبعا محمد غانم انخدع، وطبعا روجيريو